أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على تلبية مطالب المصريين بالخارج وتقديم الحوافز الممكنة لهم بما يسهم في ربطهم بوطنهم الأم. وخلال لقائه بوزيرة الهجرة السفيرة سهى جندي، استعرض مدبولي وقف تنفيذ عدد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين بالخارج، ومن بينها تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات واستخراج الأوراق الثبوتية، وكذلك موقف تنفيذ المحفزات التي استهدفتهم مثل إتاحة استيراد السيارات وإطلاق شركات المصريين بالخارج للاستثمار والجهود المبذولة لتذليل التحديات.